وحشتيني قوي يا عصفور. وانت كمان قوي يا بت. قولي يا اخويا عاملين فيك ايه هنا؟ الحاره كلها قلقانه عليه. انا كويس ما تقلقيش، بس اوعي تجيبي سيره لحد انك شفتيني هنا يا بت. ما تخافش يا اخويا عيب. بقولك ايه؟ بيرم ما جالكيش ولا سأل عليكي. جه المنيل على عينه قطع واخد اللي فيه النصيب واتكرش من الحار. ده طلع واطي قوي يا بت، بس انت طلعتي ب100 راجل. انت راجلي برضك يا عصفور. وحشتيني يا بت. وحشتيني يا عصفور. ايه يا توهيه؟ انتوا مش قاعدين في كازينو يا حبيبي، هتقعدوا انتوا الاثنين بقعدوا وتخليكوا قاعدين، هتقلوا ادبكم انتوا الاثنين بره. يا باشا بقى حرام عليك، ده انتوا خدتوا لي الدخله يا باشا. يا باشا ما سيبنا نفك شويه يا باشا، خمسه بالحب يعني مش هيجرى حاجه. انت مجنون يالا؟ عايزني اقعد لك ورمي ولا ايه؟ العفو يا باشا مش القصد، بس يعني سعادتك ممكن تعمل عبيط عشان اخوك الصغير عصفور. بقول ايه يا باشا؟ ما تاخد حضرتك سجاره كده وفي استكانه الشاي بتاعك وتطلع تشربها بره في الهواء، سيبنا بس نعيش اللحظه. مثلا ماشي، انا هروح الحمام واجي على طول. ها ومش عايزكم تتشاوا قوي، انا منقي الاوضه دي بالذات عشان كلها كاميرات، البوابين قاعدين بيتفرجوا عليكم. شفاكم الله وعافاكم يا باشا. ميرسي يا حبيبي. يلا يا بت نمتع البوابين. وحشتني قوي يا عصفور. وانت كمان قوي يا بت. بقول لك يا نتاشا، انا كنت عايزك في موضوع مهم كده. اؤمر. انا كلفت بمهمه قوميه قد اعود بعدها وقد لا اعود. ما تقعدش فين يا عصفور؟ الوسادة الإسرائيلية. إيه الوسادة الإسرائيلية دي يا عصفور؟ الوسادة الإسرائيلية يا جهلة، ده جهاز عندهم هناك زي جهاز الأمن المركزي عندنا هنا. اخترع بطل خارق. البطل الخارق ده زي بالظبط، بس زودوا عليه خاصية الاختفاء. مش فاهم. خاصية كده يعني إن إحنا ممكن نبقى قاعدين وهو معانا في نفس ذات المكان وإحنا مش شايفينه. وانا مكلف بالقبض عليه. المهم واللي اهم من كده ان انا عايزك وانت قاعده في البيت يا اختي تبقي تقلي، وانت داخله تستحمي بإذا يعني فكرتي تستحمي ابي خش استحمي بهدومك يا اختي، ما تضمنيش الظروف، جايز يبقى واقف لك على الكابانيه او على الحوض بيتفرج عليك يا نتاشا. يا اخويا وماله ما استحماش خالص لحد ما تقبضوا عليه؟ جدع يا بت، الاهم من ده كله لو جرالي حاجه، اذا جرالي حاجه يعني عايزك تبقي سايحي في قلب الحاره ان عصفور مات بطل وما كانش هفق، وان عصفور كان هو الرجل العناب واستشهد من اجل مصر. استشهد من اجل ايه؟ من اجل مصر يا اخويا. من اجل ايه يا نتاشا؟ من اجل مصر يا عصفور. وحشتيني قوي يا بت. انت كمان يا عصفور. يلا بقى قومي ارسعيني بوسه قذره من بتوع الافلام. يا باشا ايه الفصلان ده يا باشا؟ ده مؤاخذه عصفور، كنت نقفل السوسته. شفاكم الله وعافاكم يا باشا.